امتحان القاسم بالرياضيات للطالب أمير جريس. أمير، لقد حصلت على نتيجة كاملة، أي بدون خطأ. فعلا كل الاحترام لك. أريد أن أعرف، هل تحضرت لهذا الموضوع فترة طويلة؟ طبعا احنا شاركنا، اعطونا كتاب للقاسمي، حضروا لنا مواد، ما كان معنا شهر نتمرن عليه، درسنا كل المادة. طبعا فضل عيلتي انه ساعدت معنا شوي بالمعلمين، ودرست له هيك حوالي اكثر من جمعتين ويا الحمد لله، يعني انه اخذت كل علاماتي منيح. مبروك مبروك لك. جرياس جرياس الضحوك جرياس، انت كمان في موضوع الطب، هل انت كنت تتامل انك انت او كنت مفكر انت قبل ما تحصل على التفوق تفكر انه فعلا انت راح تنجح؟ انه يعني اذا انا كنت مؤمن بحالي انه بدي انجح وبدي اخذ علامات منيحه فانا بقدر اخذ. وكيف كانوا الطلاب اللي معك موجودين في الجامعة؟ طلاب الكبار أكيد كان في طلاب كبار اللي هن بتعلموا موضوع الطب، كيف شعروا لما أنت أخذت النتيجة التفوق؟ ولا ما كانش في معك كبار؟ ما كانش أنتوا طلاب صغار كنتوا فقط؟ يعني بفهم أنا أنه كنتوا أنتوا طلاب جيل التاسع، صف التاسع، أها، أربعة تاسع عشر أحد عشر، ممتاز. أها، شو هو بتتمنى يا جريس للمستقبل؟ انجح في الموضوع لقدام وتميز فيه. انت حابب هذا الموضوع تستمر فيه؟ الف مبروك، الف مبروك لكم ايها الطلاب احبائي، ان شاء الله الى الاعلى وللشهادات العليا، الاعلى والاعلى والاعلى. مبروك ومبروك مبروك لمدرستكم. شكرا.